مشاهدي لو 360 مرحبا بكم في حلقه جديده. تنتواجدوا الان في وزاره الثقافه باش نسجلوا حلقه جديده من الجران فورما مع السي مهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافه والاتصال. حلقه اللي غتشمل واحد عده مواضيع تخص الحقائب اللي هو مسؤول عليها. بقوا معنا تشاهدوا هذه الحلقه. سيد الوزير مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من جران فورما. الحوار ديالنا غادي يكون أولا نهضروا على الوزارات اللي أنت مشرف عليها، من بعد غادي ندوزوا الحكومة والأغلبية وإلى المجال الحزبي. ولكن عندنا سؤالين قبل، يتعلق الأول، بغيناك تحكي لنا اللحظة نهار تعينتي كوزير، اشنو كيفاش شكون اللي علمك؟ كيفاش تلقيتي هذا الخبر؟ رجعتي دابا لهذه ست شهور تقريبا. هادو مواضيع ما تتنساش. اذا بالطبع هذا اليوم اللي كتكلم عليه كان يوم خاص، وعنده واحد كان احساس خاص وواحد الاهميه خاصه. اللي علموني هم السيد الامين العام وسيد رئيسه المجلس الوطني السيده فاطمه الزهراء المنصوري، لانه يعني يوم قبل الاستقبال الملكي كان هناك لقاء مع السيد الامين العام والسيده رئيسه المجلس الوطني باش تعلمنا اننا مدعوين انا ذاك الغدا باش نمشيو لمدينه فاس. وبالطبع كيبدا ديك الساعه مجموعه ديال الاشياء واش كنتي تظن واحد المره غتكون وزير؟ الواحد فاش كيدير السياسه الا باش يتحمل المسؤوليات اما حكوميه او محليه او جهويه، فاذا بالطبع النهار اللي كتنخرط في العمل السياسي وكدير انتخابات وكتمشي عند المغاربه وكتدافع على واحد المشروع وكتدافع على واحد البرنامج الا باش تحمل المسؤوليه واحد الوقت وتكون يعني في حين ظن المغاربه. ولكن فاش كيكون ذاك اليوم كيجي ذاك اليوم خاصه، هنا كنتكلموا على تعيين في الحكومه، هو يوم خاص. نعم. لان هي مسؤوليه كبيره. غنرجعوا ونسمح لي غنكمل هذه النقطه. الاحساس هو لما كيكون ذاك الاستقبال من طرف جلاله الملك، لانه هنا كتحس بان المسؤوليه والكبيره، لان هذا تعيين وهذا شرف ان سيدنا الله ينصره يعني يستقبلنا يعني هو دعم وهو تكليف. نعم. غنرجعوا لهذا الموضوع، لانه اعتقل واحد المره قلت لك السي مهدي على ان انت واحد النهار غتكون وزير، وغادي نذكرك، غادي نرجعوا لهذا الموضوع. قبل ما نبداو الحديث ديالنا، واحد الظاهره كانت مؤخرا في الملاعب ديالنا. نعم. وهو ذاك الهوليغانيزم، ذاك الشغب، ذاك الفوضى. انتم كوزير الشباب اش تقولوا في هذا الموضوع؟ وخديتوا هذه المهمه ومجاوير هذه الافعال؟ اولا كيف ما قلت انا وزير الشباب وليس الرياضه، ولكن اللي بغيت نقول ماشي غندافع للشباب، ولكن هناك واحد العمل اللي خصنا نقوموا به كلنا في الحقيقه، هو واحد يعني مواكبه الشباب والشابات اللي كيهتموا بالمجال الرياضي. ونتكلموا هنا على كره القدم بالخصوص، لان كتعرف بان كره القدم عندها واحد العلاقه خاصه، او عندنا كلنا واحد العلاقه خاصه مع كره القدم. ولكن ذاك الاحساس، ذاك الاراده ان الفريق ديالنا ينجح ويربح الماتشات كله، ما خصوش يولي يعني هجمات او هجوم على الجمهور الاخر. في الاخير احنا كلنا كنتلاقاو كجماهير مغربيه من جميع الاقاليم والجهات فاش كندافعوا على المنتخب الوطني. لا، من غير التنديد، شنو هذه الظاهره؟ انا نكملك. انا اللي كنظن فاش كندير واحد القراءه على عوده الجماهير لتيران فوت ما بعد هاتشين ديال الكوفيد، شوف لاحظ ان مجموعه ديال الدول عاشوا نفس الاشكاليه. علاش؟ لان عامين وحنا تقريبا المغاربه ما مشوش لتيران فوت، كيكون
واحد بحال واحد الفرج واحد الناس كيبغيو يعبروا على واحد الاحساس مجموعه ديال الناس كيتلاقاو عاوتاني من جديد الوزير انا لا ابرر ضربوا البوليس قبلتي انا لا ابرر ضربوا الشرطه خليني نكمل كان ما كنتكلمش دابا على المغرب كنتكلم عليك على هاد الظاهره اللي كاينه على الصعيد الدولي شفنا ريسامون كان واحد الاشكاليات كذلك في الماتش ديال اليوم على اولمبيك دو مارسي كذلك في انجلترا مجموعه هاد الظاهره هي ظاهره دوليه بالطبع للاسف للاسف المغرب حتى هو عانى من هاد الظاهره انا اقول عوده للجماهير للستاد دو فوت هي خصنا يكون واحد الفرح وليس العكس هنا بالطبع خصنا ننبهوا بان اتونسيون بالطبع كان كانت واحد الاشكاليه كان واحد لو مونك عند الجماهير الكرويه ولكن خصنا نواكبوا هذا العمل هذا العمل حتى نحن كقطاع ديال الشباب باش نفسروا للشباب بان راه ما خصوش اون دو با ترانسفورمي لا فيت اون بروبليم لان ها هو في الاخير شنو الاخير ان دابا الجماهير ديال الجيش الملكي حيت انا كنتكلموا على لي فار ما غاديش يقدروا يتفرجوا في الناديين ديالهم في المباريات المقبله وحتى هذوك حتى لانه ما خصناش نعموا كذلك حتى الجماهير اللي جات غير باش تفرج ما طلبت حتى حاجه جات تفرج الفرقه ديالها وتشجعها ومشات بحال هكا اليوم سوف تعاني لان عمل واحد الاقليه خلى ان جا واحد القرار تاديبي للكل فلهذا خاصنا نواكبوا هذه العمليه السيد الوزير عندك ثلاثه الحقائب الشباب الثقافه ثم الاتصال هذه الحقائب تقال واش تظن عندك نفس الاحساس ان فعلا المهمه ديالك والمسؤوليه ديالك على ثلاثه القطاعات هي كبيره 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 اولا التصور اللي مشات فيه الحكومه هو ان ما دار هذا القطاع بهذه الطريقه الا وان هناك واحد نقط يعني اللي كيتلاقوا فيهم الشباب بطبع الثقافه والتواصل اولا لما كنتكلموا مثلا باش ندخلوا نهضروا ديريكتومون في الموضوع لما كنتكلموا على الشباب والثقافه كنتكلموا على ديور الشباب ديور الثقافه وهنا ما رايناه لحد الان هو الدور اللي كيلعبوه دار الثقافه او دار الشباب يعني واحد الدور مشترك تنشيط ثقافي تنشيط جمعوي فثانيا المجال ديال التواصل لما كنتكلموا على التواصل واحد 50% هي كنتكلموا على السينما كنتكلموا على التلفازه وبالطبع فاش كنتكلموا على السينما والتلفازه ما يمكنناش ما نتكلموش على الفن نعم ما يمكنناش ما نتكلموش على المجال الثقافي بالطبع كاين كذلك العلاقه مع الصحافه ولكن اليوم في نفس الوقت لما كنتكلموا على العلاقه مع الصحافه راه كاين المجلس الوطني للصحافه اللي كيلعب واحد الدور لا السؤال ديالي هل ستنجحون في انا بديت لك استشاكير انهم ليس ميادين ثلاثه هو ميدان واحد كيتجاوبوا يعني كيتلاقوا فيه مجموعه ديال القضايا والتحدي اليوم هي هاد الرؤيه اللي كنحاولوا نوجهوها اليوم في هذا القطاع هي رؤيه شامله كتكلم على الميدان ديال الشباب الثقافه والتواصل ما بقاوش كل واحد بوحده اولا المدراء ديال القطاعات بثلاثه كيتلاقاو جميع كيخدموا جميع الكتاب العامين كذلك كاين هناك رؤيه باش لما لا يكون غدا ادماج ديال واحد القطاعين فسياسيا اليوم القطاعين راهما مندمجين لان عندهم وزير واحد ولكن حتى في العمل اليومي حتى في العمل الاداري احنا كنخمو باش يكون واحد الادماج اداري لبعض القطاعات لانهم نفس العمل كيقوموا به مزيان استعملتي هذه الكلمه ديال الادماج ولكن في الشباب وفي الرياضه هناك تفريقه كانت دائما الرياضه والشباب كانت دائما قطاع واحد الان الرياضه مشات لان التربيه الوطنيه نموذج وانتم خديتوا الشباب نعم المواطن ما تيفهمش علاش هذه التفريقه فقط ان الى قريتي تقرير ديال النموذج التنموي الجديد كان هناك واحد الفكره اننا خصنا ننهضوا بالرياضه المدرسيه ومجموعه ديال التجارب عبر العالم بينت ان لما الرياضه كتمشي مع المجال ديال التعليم كيكون واحد يعني كنقويو المجال ديال الرياضه المدرسيه فلهذا انا اقول مره اخرى التوجه اللي وحتى باش الوزير اللي يكون على قطاع على راس قطاع الشباب والثقافه والتواصل يكون واحد الاهتمام اكثر واقوى بالنسبه للمشاكل اللي كيعانيو منها الشباب ديال المجتمع وهذا الشيء اللي بغينا نخدموا عليه اليوم هذا الشيء اللي بغيت نوصل ليه لانك كتقاطعني بزاف السي شاكير من شحال هذه ماشي من اليوم الحمد لله ان المجال ديال الشباب اليوم والاشكاليات ديال الشباب هم اشكاليات كثيره فخاص يكون واحد توجه خاص لهم اولا لما كنتكلموا على الشباب وانا على الاقل نرجع غير
ما قبل تعيين هذه الحكومه يعني في الحمله الانتخابيه اللي كنا كنقوموا بها تلاقينا مع مجموعه ديال الشباب وكيف ما كتعرف هذه الاشكاليه الاولى الاشكاليه ديال التشغيل فحتى ولو ان الدور الكلاسيكي اللي كان عند وزاره الشباب هو كان مرتبط بالمجال ديال العلاقات مع المجتمع المدني الجمعيات المجال الثقافي المجال الترفيهي اعتقد اننا اليوم خصنا نجتهدوا وهذا اللي كنقوموا به حاليا باش نعطيو واحد يعني وجهه نظر جديده في المجال ديال الشباب على راس القطاع ونهتموا بهذه الاشكاليات ديال التشغيل ونربطها بالمجال ديال الثقافه ونجي من بعد المجال ديال التواصل علاش فاش كنتكلموا على الصناعه الثقافيه وكنربطها بالمجال الاقتصادي المعنيين بالامر الاوائل هم الشباب علاش لانها واحد فئه جديده واحد الجيل صاعد كله يهتم بهاد المهن المرتبطه بالمجال ديال الثقافه ما كنتكلمش فقط على الفنان كنتكلم حتى على الشباب اللي كيخدموا وراء هاد الفنان وهنا الثقافه غادي وهنا راه مرتبطين راه ماشي غترجع للثقافه والشباب راه هو موضوع واحد خصك تمشي معايا في التسلسل ديال الاسئله ديال السيد الوزير هو موضوع واحد سي شكر هو موضوع واحد عندي تسلسل انا بالنسبه لي غادي نقول لك مثلا الشباب دويتي في واحد المشروع ديال البطاقه بغيناك تعاودنا على هذه البطاقه راه الشباب باغي الملموس هذه البطاقه هذه شنو غادي دير يدير بها الشباب واش يدخل بها بطاقه الشباب واش غيدخل بها بطاقه الشباب نعم شحال الثمن ديالها لا الثمن ما كاينش بطاقه الشباب هي الا نقطه من استراتيجيه شامله اللي كنحاولوا نوجهها للشباب في كشباب اولا في المجال الثقافي في المجال الاقتصادي وفي المجال الاجتماعي لما تكلمتي على هاد لاكارت جون مزيان نجبدوها عاوتاني مره اخرى الدور ديال هاد لاكارت جون اولا هو تعريف جميع الخدمات اللي كتقدمها الدوله للشباب لان مجموعه ديال الشباب اليوم ما عارفينش الخدمات اللي كتقدم لهم حاليا الدوله فلهذا تم اشراك جميع القطاعات المعنيه باش غيدار واحد ان سول سيت انترنيت مخصص للشباب المغاربه ولا غنقول لهم ها هما الخدمات اللي كنقدموها لكم ثانيا الهدف الثاني هو خلق واحد الربط ما بين الاحتياجات ديال الشباب وهاد الخدمات اللي بغينا نقدموها للشباب نتكلموا على لا موبيليتي علاش كنقول لك لا موبيليتي وغنربطها كذلك بالتشغيل لا موبيليتي يعني اولا نعطيو الفرصه للشباب باش يتعرفوا على بلادهم على الاقاليم على الجهات لا موبيليتي هي كذلك نعطيو واحد الخدمه جديده للشباب هي ان لما كنتكلموا على العمل مثلا واحد الشاب مثلا ساكن اقول في وجده مثلا وبغى يدير واحد لونتروتيا مثلا في الدار البيضاء الا ما عندوش امكانيات الا ما عندوش اللي يساعده هاد لاكارت ديال الشباب هي هنا الا باش تساعده يقدر ياخذ التران ياخذ الكار يجي للدار البيضاء لان باش دير واحد لونتروتيا الا شديتي الكار مع 6 الصباح ووصلتي مع الجوج ودوزتي لونتروتيا مع 3 يعني حتى القدرات ديالك ما كتكونش 100% بل التحدي هو شنو هو الهدف او الهدف شنو هو باش يجي للدار البيضاء يقدر يبات واحد الليله او ليلتين في زوبيرج دو جونيس اللي غنديروا حنايا ا ديسبوزيسيون ديال هاد الشباب يعني خلق واحد العلاقه او واحد الخدمات جديده اللي بغينا نعطيوها للشباب ديال المملكه هذا هو الاهم ثانيا باش دابا قلتي لي نتكلمك على لاكارت راه خصنا نصعب باش نجبدوها لا ثانيا كاين المجال الثقافي مجموعه ديال التسهيلات بغينا نعطيوهم للشباب في المجال الثقافي باش يهتموا اكثر ويقدروا بالشباب اللي كيهتموا بالمجال الثقافي يقدروا يمشيوا للسينما يمشيوا للمسرح يمشيوا للمتاحف يعني هذا المجال كذلك هو غيكون ان شاء الله مفتوح لهم كاين المجال كذلك الثالث اللي هو المرتبط بهذه التكوينات اللي بغينا نقدموها او التكوينات اللي ديجا كتقدمها الدوله اما ادخافيغ لو اف بي تي تي او ادخافيغ يعني مؤسسات اخرى وحتى اليوم التكوينات اللي بغينا نقدموهم حنا كقطاع الشباب في هذا الدور ديال الشباب مزيان التكوين غادي تكون عندكم التكوينات والثالث والرابع لاننا ما طلبتي مني باش نخلص شويه الموضوع النقطه الرابعه حاليا يعني فاش غنساليو بالخدمات اللي كنقدموها كدوله مغربيه كحكومه مغربيه الخدمات اللي بغينا نشوفوا يعني اللي غيقدروا يقدموا لنا كذلك الخواص بغينا نشاركوا معنا الخواص ولما لا يكون مثلا ان بورسونتاج دي ريدكسيون في مجموعه ديال الاشياء اللي كيحتاجوها الشباب مره اخرى هنا لما نتكلموا على الشباب نحن كاين هناك واحد نقاش كبير داخل الوزاره ومع كذلك الشركاء ديالنا في الحكومه كنتكلموا حاليا دابا من 16 ل 30 عام 30 سنه اللي غيكونوا معنيين بهاد لاكارت جون تري بيان هذه على ما فهمت ان سيتون بوليتيك بحال اللي تيقولوا انكلوزيف ديالكم ديال تتعرف راه كاين عندنا 3 مليون ديال الشباب غير مكونين ما عندهم تكوين واش هذه داخله في
الفيزور ديالك. وشنو قلت لك؟ انا قلت لكم الخدمات اللي غنقدموها كذلك الخدمات، اما الخدمات اللي ديجا كيقدموها المؤسسات الا التعريف ديالهم، او خدمات جديده يعني تكوينات جديده اللي بغينا نقدموها للشباب. وحده منهم اللي حنا حاليا كنخدموا عليها هي هذه التجربه الناجحه اللي خدمت عليها لو سي بي بهذيك المدرسه 1337 اللي نحن حاليا في نقاش معهم باش يكونوا عند شراكه باش نقدموا هذه التكوينات في هذا المجال ديال الكودينغ للشباب والشابات عبر هذه المنازل ديال الشباب، الديور ديال الشباب. علاش؟ لان الكودينغ لي كودور بصفه عامه هي مهنه مطلوبه اليوم في السوق العالمي. نعم. والتحدي شنو هو في اطار شراكات مع القطاعات اخرى؟ هو نقنعوا مجموعه ديال المستثمرين في هذا المجال، لان كتعرفي ان الكودينغ دابا المجال ديال الستارت اب ديال الانفورماتيك هو يعني اظهر مجال، هما اللي كيكون فيه استثمارات كبرى على الصعيد الدولي. فالتحدي اليوم نخلقوا واحد لا ريسورس هيومن نيسيسير باش يكونوا اهتمام من طرف هاد المستثمرين المغرب بانه كاين هناك شباب وشابات مكونين. والهدف او الايجابي في هاد التكوين هو ماشي لابد يكون عندك البكالوريا ولا يكون عندك واحد تكوين خاص باش تقدر دير هاد التكوين ديال الكودينغ. لي زيكون ديال 1337 مثلا كياخذوا شباب عندهم الباك او ما عندهمش الباك، وكيكونوا دي فورماسيون دو كور دوري ولا دو لونغ دوري يعني من سنه. هادشي راه حنا بادين فيه. حنا دابا في اطار اولا اول حاجه باش دير دي فورماسيون ديال الكودينغ شنو خاصك؟ خاصك الانترنت. ها حنا فكينا الانترنت، دابا كاين الانترنت في الديور ديال الشباب، لا فيبر اوبتيك تقريبا في 90% ديال ديور الشباب. ثانيا خاص لانستالاسيون يعني لي زورديناتور. بديتي تصاوبوا داك ديال الشباب، داك الشباب بديتي بداو لي زورديناتور. ثالثا للاسف يعني الزمن السياسي ليس هو الزمن الاداري، يعني باش هاو اتخذ القرار السياسي الا وان خاص تدابير اداريه. لا ما تخباوش في هذه القضيه، ما كنتخباش. هذه راه كانت ديال الحكومات السابقه. دابا لابيل دو فيش تيقول لك حتى حنا غنديروا بعد تيقول لك الله غالب راه ما كاين فلوس، راه كاين لاجوندا بحال اللي تيقولوا دابا، وما درنا والو وكان كوفيد. داكور تساليتي، انا ما كنتخباش مورا شي حاجه، كنقول لك كاين تدابير اداريه، يعني ما كنقولكش من دابا 50 نقول لك راه غالب الله، كنقول لك من دابا لا فان دلاني هادشي كلشي غيتحقق ان شاء الله. التدابير الاداريه شنو هي؟ هي لا بير دوف خصو شهرين وثلاث شهور عادي جدا. اللي كنقول لك هنا هو ان التحدي هو من نهايه سنه 2022 كلشي هادشي يكون مقاد ان شاء الله باذن الله، باش نجي عندك انا داك شهر 11 ولا شهر 12، ومشي نجي عندك، تجي عندي هذه المره الوزاره هنا في مدينه الرباط باش نجولوا تشوف في ديور الشباب عبر المملكه ونشوف واش هاد التجهيزات كاينه، واش هاد الخدمات اللي تكلمنا عليهم واش كاينه ولا لا للشباب. التحدي الاخير شنو هو؟ هو خص يكون واحد التواصل دائم مع الشباب باش يعرفوا بان كاين هاد الخدمات، لان سون كومونيكاسيون ما غاديش واخا نبقاو نصايبوا هاد الشيء. الا ما كاينش واحد التواصل دائم، الا ما عرفناش بهذا الشيء في الاحياء في القرى، ما غاديش يستغلوا الشباب هذه الخدمات اللي غنقدموها. دونك كاين واحد التحدي كبير هو ديال لا كومونيكاسيون، والصحفي له دور كبير في هذا المجال كذلك. ما حنا نعاونوك ان شاء الله. ندوزو دابا للميدان الثقافي. شنو هو المشروع ديالك في هذا الميدان؟ هي الصناعه الثقافيه اللي بغيت نتكلم عليها قبيله، لانها مرتبطه كذلك بالشباب، واللي قمعتيني فيها لان الصحفي يقمعوا الحكومه ولكن ماشي مشكل، الحكومه غتدافع على راسها. الصناعه حنا ما تنقمعوش، كنا تنقمعوا كاع ما نجيو عندك. الصناعه الثقافيه هي نقطه مهمه جدا، لان خصنا ندوزوا من 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 المفهوم الترفيهي للثقافه، ومن لوفولي اماتور لوفولي بروفيسيونيل. فاش كنقول بروفيسيونيل شنو هو بروفيسيونيل؟ يعني اليوم عندنا مجموعه ديال الشباب ديال الشابات، مجموعه ديال الناس، مجموعه ديال المواطنات والمواطنين، مجموعه ديال الفنانه اللي للاسف ما كيقدروش يعيشوا من الفن ديالهم، فكيديروا مهن اخرى، لان الكل يعتبر مثلا بان الفن هو مجال ترفيهي فقط. ولكن النقطه اللي ما كنتكلموش عليها هي وراء هذاك المجال الفني راه هناك مجموعه ديال المهن. انا دائما كنقولها فاش كنكون مع واحد الصحفي وراء شاكير، راه كاين مجموعه ديال الناس اللي خدامين باش يقدروا يديروا هذا البرنامج. نفس الشيء وراء هذاك المسرحيه مجموعه ديال التقنيين خدامين باش تنجح ديك المسرحيه، وراء هذاك المسلسل او الفيلم اللي كنشوفه مجموعه ديال التقنيين. فهناك مجال اقتصادي يعيش بالثقافه. اليوم حان الوقت باش نتكلموا على الصناعه الثقافيه. الصناعه الثقافيه النقطه الاولى ديالها شنو هي؟ هي الانفراستركتور. فاش كنتكلموا على المسرح او السينما خصنا يوليو عندنا اليوم قاعات عبر المملكه. فالتحدي اللي كنت خديته انا ذاك في البرلمان واللي نعاود نذكره معك اليوم هو ان يكون عندنا من هنا اواخر سنه 2022 150 قاعه يعني اما مسرح او دور ثقافه اللي غتجهز باش يمكن لها تستقبل هاد يعني الافلام السينمائيه وحتى المسرحيات وحتى لي كونسير دو ميوزيك الموسيقيين. علاش؟ فاش غيولي عندك هاد 150 قاعه سينمائيه؟ لليوم عندك
ميم با واحد 25 قاعه سينمائيه مثلا وبعض المصارع اللي خدامه بين الرباط ومدينه الرباط، يعني ما يمكنناش تخلق واحد الاقتصاد عبر هاد المجالات اللي كاينه حاليا. فاش يوليو عندك 150 زائد داكشي اللي كاين داك المستثمر، يعني المستثمر او الابناك حتى حتى هي غتولي كتهتم بهذا المجال، وهذا هو التحدي. اون كري واحد لي ستركتور بور بوفوار انفستير. غدا انا بغيت نستثمر في واحد المسرحيه او في واحد الفيلم وعندي فقط 20 قاعه سينمائيه، كيفاش كي غيكون هذا الاستثمار؟ ولكن الا تكمل على 200 قاعه 250 قاعه سينمائيه، يعني غيولي واحد ما غيبقاش ما تبقاش الدوله الدولة المغربية والحكومة والقطاع ديال الثقافة هو المستثمر الوحيد في المجال الثقافي، وهذا هو التحدي اليوم. السيد الوزير تكلمتي دونك لافراستركتور سي لاندستري لا كولتور، تكلمتي على المسرح، تكلمتي على السينما، لاحظنا مؤخرا كاينة جودة فيهم. ما تفكرش انت مثلا تدير تخلق واحد المدرسة ديال كتابة السيناريو فين يتعلموا؟ لان نعم لاحظنا على ان نعم. انا متفق معك، والاخوان كذلك اللي كيخدموا في هذه المجالات كلهم متفقين ان الحمد لله اليوم في المجالات اللي تكلمت عليها اليوم عندنا واحد دي بروفيسيونيل يعني ذو المستوى العالي. هناك تقنيين ذو المستوى العالي، هناك فنانه ممثلين ذو المستوى العالي. كيبقى لنا هلا الاشكاليه ديال السيناريو، نحن مع شركاء ديالنا كنفكروا باش يكون واحد دي ماستر كلاس، لان ما نقدروش نتكلموا على تكوينات في هذا المجال، لان للاسف اليوم الطريقه اللي كنخدموا بها السيناريو لان ليس هناك صناعه ثقافيه او سينمائيه او حتى مسرحيه، كيولي داك لو سيناريست كيكتب السيناريو في شهرين ثلاث شهور اربع شهور. السيناريو بحال الكتاب، خصو عام عامين قراءه اولى قراءه ثانيه باش كيولي ان فغي سيناريو. احنا احنا بالطبع مهتمين بهذا المجال وسوف يكون استثمار في هذا المجال. دابا كنشوفوا غير شنو هي احسن طريقه باش نستثمروا في هذا المجال، ما بقاش في الامكانيات الماديه، بقاش في اين طريقه سوف نستعمل. السيد الوزير ما تكلمناش على الدور ديال المتاحف وديال الفنانين التشكيليين، اعطينا شيء. قلنا المتاحف واش نحن نعتز بالما بما قام به يعني اليوم ما تقوم به لا فونداسيون ديال لي ميزي على راسها سي قطبي، يعني عمل جاد وهام اللي قاموا به على الصعيد الوطني. انا في بعض الجوال اللي كنديرها مشيت زرت المتحف اللي كاين في تطوان، بالطبع المتحف ديال الرباط هو اليوم يعني متحف ليس فقط وطني بل متحف دولي اللي كيزوروه مجموعه ديال الزوار الدوليين. اما بالنسبه للفنانين التشكيليين لي زارتيست بانتر اليوم نقدروا نعتزوا ان نعطيك واحد الرقم اللي كيعبر على الاهميه اللي كيلعبوه الفنانه عبر 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 العالم. تقريبا هذا العام وصلنا في 2021 واحد 50 مليون درهم ديكسبور ديال لي طابلو ديال لي زارتيست ماروكان. هاد النقطة مهمة جدا اللي كتعبر ان الفن المغربي سيكسبورت، وهاد هاد الشيء كنقول لك غير داكشي اللي كاين على اللي كيتباع خارج ارض الوطن، بلا ما جبتش الارقام اللي كاين داخل ارض الوطن. يعني كاين واحد الاهتمام على الصعيد الدولي بالفن المغربي، وممكن اليوم لارتيست بات يكون فخور بالقيمه ديال العمل ديالو، لانه اونكور اون فوا كونت اون سيكسبورت سافا دير كو راه المجال ديالنا ناجح وناجح. نعم، قبل ما ندوزو القطاع ديال الاتصال، اخر سؤال، كيفاش غادي يمكن الوزاره ديالكم تشجع الانتاج ديال الافلام؟ كان واحد الوقيته المغرب يضرب المثال به في هذا الميدان. هذا داخل في الصميم ديال وزاره ديال الاتصال. كرا بديتي في وزاره الاتصال، لان السينما راه داخل على وزاره الاتصال. مرحبا. الوغ بالنسبه لهادشي اللي قلت لك، السينما الا بغينا نتكلموا على السينما بغينا نتكلموا على الاحترافيه ديال السينما، خصنا نخلقوا واحد السوق. بدون سوق ما يمكنش للمستثمر ما يمكنش يكون واحد الانتاج. علاش؟ اليوم كتشوف الا تكلمنا على النموذج ديال نتفليكس، راه ايبيزود واحد كيسوى واحد مليون دولار تقريبا. ايبيزود واحد ديال مسلسل، حنا المسلسل ديالنا راه كنعرفوا لي زابيل دوف الاثمنه ديال لي زابيل ديال المسلسل ديالنا، كنعرفوا الافلام المغربيه الدعم اللي كياخذوا من سي سي ام شحال كيسوى هذا الفيلم المغربي، يعني الكبير فيهم راه ما كيفوتش هاد مليون دولار اللي تكلمنا عليها ديال ايبيزود واحد ديال يعني اضعف مسلسل اللي تلقاه في نتفليكس. لا انا تنقول لك الافلام ديال الخارج ابلاتي تشجعوهم كيفاش ابلاتي. اذا اليوم الا بغينا السينما المغربيه نوليو نقارنوها مع السينما على الاقل القاريه، باش ما نتكلمش على الصعيد الدولي، خاص استثمارات.
للأسف اليوم الدعم الوحيد اللي كياخذوا هاد المنتجين أو المخرجين هو دعم من طرف الدولة من طرف الحكومة، والبعض منهم كيجتهد وكيستثمر كيستثمر حتى هو من فلوسه، ولكن ما ليس هو باستثمار مربح. علاش؟ هادشي اللي قلت لك قبيله، ما كاينش القاعات السينمائيه اللازمه باش يكون واحد تكون دي سورتي ناسيونال ويخرجوا في 200 قاعه في 300 قاعه في المغرب، اللي يقدر هذاك المستثمر فاش يدير واحد الفيلم اللي غيعجب المغاربه يتفرجوا فيه. دابا المغاربه الا بغاو يتفرجوا في السينما، الا ما كنتيش في الرباط في الدار البيضاء في طنجه في المدن اللي القليله اللي عندها السينما ما يمكن لكش تروح للسينما. دونك شنو هذا هو التحدي. هادشي علاش قلت لك خصنا اولا قاعات، قاعات للمسرح، قاعات للسينما، قاعات للموسيقيين حتى لي ميوزيسيان لي شونتور. هاد لا نوفيل سين اللي كنتكلموا عليها اللي كاينه حاضره بقوه كنشوفوها اليوم، خاص دي سال دي كونسير باش يقدروا يديروا جولات عبر الوطن. دونك هذا هو الاستثمار الاول اللي قامت به وزاره الشباب الثقافه والتواصل اونصومبل، لان راه ما كاينش قطاع كيخدم بوحدو، راه ماشي وزاره عندها ثلاثه دريوس، راه راس واحد خدامين به ورؤيه واحده خدامين بها. هو هذا الادماج ديال الفكره ديال الصناعه الثقافيه، الصناعه الثقافيه هي هادشي اللي كنتكلم عليك، يكونوا قاعات. التحدي اليوم مرة أخرى هو الوزارة تمكن المستثمرين في المجال السينمائي، في المجال الموسيقي، في المجال المسرحي من هاد 150 قاعة. هاد الدينامية خلقت أن اليوم وأنا جاي عندك واحد المستثمر كيسالي يعني الدوسيين ديالو باش يستثمر في 25 قاعة جديدة خارج القاعات اللي غادير وزارة الثقافة، يعني هذا مستثمر كي انتغري هذا الديناميك. وأكثر من مغربي. هذا نعم مغربي، مستثمر مغربي، يعني نقدروا نقولوا ان من هنا بعدا وزاره الثقافه التحديين ديالها هي من هنا الاواخر 2022 نحلوا هذه القاعات. اليوم تقريبا 75 قاعه ديجا موجوده، نقدروا نقولوا 80 قاعه موجوده. والتحدي للمستثمر بالطبع فاش غيبدا، لانه هو خصو عنده اشكاليات اخرى، هو التحدي من هنا 2023 هذه القاعات حتى هما يكونوا موجودين. يعني غنوليو غيولي عندنا في المغرب غندوزو من 25 قاعه لتقريبا واحد 250 قاعه. يعني غدا انت الا بغيتي تستثمر في المجال السينمائي غتقدر تشد ستيلو ورقه وتحسب وتعرف بان راه ممكن الا استثمرتي طون دو مليون دو درهم راه شنو غتدخل. يعني غيولي واحد، علاش؟ لان الانتاج يعني مرتبط بالاستثمار. داكور، شحال ما استثمرتي، شحال ما غدير لي زيفي سبوسيو، شحال ما مجموعه ديال الاشياء التقنيه غيمكن لك تستثمر فيها. في المجال المسرحي لا ميم شوز، المسرحيه اليوم المغربيه باش كتعيش؟ كتعيش فقط داك الدعم اللي كتعطيها وزاره الثقافه، كنتكلموا هنا على 150,000 درهم حتى 200,000 درهم سنويا. ومسرحيه كتعرفها بعض المرات كيعيشوا بها 10 15 ديال الناس، يعني شحال غتجيهم هادو في الشهر؟ 1000 درهم هذه باش غنديروا مسرحيه. اليوم الا كانوا هاد المسارح عبر المملكه 150 قاعه اللي كنتكلموا عليها غيقدروا يديروا جولات، وهذوك الجولات غيتخلصوا فيهم لان المواطن المغربي غيبغي يمشي يتفرج فيهم. هنا حنا كنفكروا تكون واحد السياسه يعني باش نتجاوبوا مع الامكانيات الاقتصاديه ديال المغاربه. ما خصش يكون انتيكي سينما ب 100 درهم او ب 70 درهم، يعني واحد الشاب مغربي باش تقول لي سير السينما يا درتي لي تيكي ب 100 درهم غيمكن يمشي مره في العام، مره جوج مرات. اليوم خصنا نتجاوبوا مع هذه الاشكاليات كذلك الاجتماعيه والاقتصاديه. لهذا حنا كنفكروا باش يكون واحد الثمن رمزي على الاقل في ذوك القاعات اللي غيكونوا ديال وزاره الثقافه ديال 20 درهم ديال 25 درهم باش نتجاوبوا كذلك مع نتجاوبوا مع الاحتراف المحترفين في هذه المجالات، ونتجاوبوا كذلك مع الحقيقه اللي كيعيشوها شباب الجاليه. دابا وزاره الاتصال او قطاع ديال وزاره الاتصال، قطاع ديال الاتصال شنو هي الوضعيه ديالو حاليا؟ علما ان الصحافه ما بقاش عنده علاقه بها، ثانيا الاذاعات والتلفزيونات ولا عندهم اطار ديالهم خاص، اشنو تدير هاد الوزاره؟ وزاره هادشي اللي قلت قبل، القطاع ديال الاتصال هو خدام على المجال ديال السينما اولا، خدام كذلك على الصحافه الدوليه ثانيا، علاقته كذلك مع واخا كاينه الاذاعه الوطنيه، ولكن كيبقى القطاع اللي كيشرف على هذا اللي كيتشارج شكون اللي كيسايبهم الا ولا ما كانش هذا القطاع. اذا كاين واحد العلاقه اللي كتربطنا مع هذه القنوات الوطنيه، داكور. كاين العلاقه مع لاماب، كاين العلاقه كذلك مع المكتب المغربي ديال لي دوغ دوتور البي ام دي، يعني مجموعه ديال النقاط اللي كيشرف عليها او مجموعه ديال الاشياء اللي كيشرف عليها القطاع ديال التواصل مازال لا. ولكن انا شنو كنقول لك، الفكره شنو هي؟ هو اللي ما لا غدا يكون واحد الادماج ما بين القطاع ديال الثقافه والتواصل، لان كاين مجموعه ديال النقاط المشتركه اللي كنخدموا عليهم. فاش كنتكلم على البي ام دي راه معنيين بها القطاع ديال الثقافه وكذلك القطاع ديال التواصل. لما كنتكلموا على السينما نعم هو قطاع تواصل اللي اليوم كيشرف عليها، ولكن هو استناغوسي
راه كان كلمو لو 7 مارس دايور داكور دونك مجموعه ديال الاشياء مشتركه اللي خصنا نخدموا باش يكون واحد التحدي الغدا ان شاء الله هو واحد لا كونفيرجونس اللي عقلتي انا ذاك فاش كنت كتستفني وانا كنت في المعارضه كنت كنقول لك خص يكون واحد التنسيق وخص يكون واحد لا كونفيرجونس في الافكار داكور هادشي اللي بغينا نفعلوه اليوم اولا الحمد لله كاين التنسيق تام مع القطاعات مع الاحزاب السياسيه الاخرى المكونه لهذه الحكومه وهذا مهم جدا ثانيا خاص واحد لا كونفيرجونس كذلك اداريه داخل القطاعات اللي كنترأسوها سيد الوزير قطاع الصحافه المكتوبه يعيش مشكل كبير فيما يخص التمويل ديالو شنو هي الجهود ديالك لصالح هذا القطاع علما ان كاين واحد المرسوم الى ما خاتنيش الذاكره كنت تكلمتي عليه وقلتي انه غيكون لصالح هذا الميدان اي مساعده باش خرج هذا القطاع من الازمه الخانقه اللي هو عايش فيه نعم. بكل صراحه تكلم معنا بصراحه انا اولا كان هناك لقاء اولي مع الاخوان ديال مجال الصحافه بصفه عامه اللقاء اللي كان في مدينه الرباط واللي تكلمنا على الاشكاليات اللي تكلمت عليها اللي جبتها اليوم هادو اشكاليات مرتبطه بالطبع على بعد الازمه ديال الوباء وكتعرف بان تقريبا مده سنه توقفوا الجرائد من التوزيع ديالهم جرائد المكتوبة اللي خلق واحد الازمه داخل هاد الجرائد وثانيا كاين ازمه ديال القراءه في المغرب ليس فقط اللي كتعاني منها فقط الجريده ما حتى الكتاب لما كنتكلموا على الكتاب حتى هو راه كيعاني من عدم وجود واحد الاهتمام بالمجال ديال القراءه فكاين واحد العمل اللي خصو يدير على النمط الطويل اللي هو ثقافة القراءة واللي خصنا شركاء ديالنا في القطاعات الأخرى يعاونونا فيها كنتكلم هنا على وزارة التعليم العالي وهما مستعدين بالطبع باش يكون واحد الاهتمام مشترك باش نخدموا على النمط المتوسط والطويل كيفاش نرجعوا لثقافة الكتاب والقراءة بصفة عامة هادشي اللي غتعتق قد القراءة وثانيا بالطبع كاين النمط القصير يعني هاد الصحافة هاد لا بريس إكريت كيفاش نعتقوها من هاد الأزمة اللي كتعيشها اليوم الفكره اليوم هو اننا خصنا الحلول خصها تكون حلول براغماتيه وخصنا نشاركوها مع هاد لي باترون دو بريس داكور هادشي اللي خدامين عليه اليوم واش تعتبروا انه تعرفوا بان بدون صحافه ليس هناك ديمقراطيه انا نمشي معك اكثر من هكا انا كنقول ولو الصحافه اليوم اللي كتسميوها لا بريس بريفي يعني سي دي زونتربريز بريفي داكشي انا كنعتبرها سان سيرفيس بوبليك اللي كيلعبوا واحد الدور اساسي في المجتمع خاصه هنا كنتكلم على الصحافه المسؤوله اللي غتعاوننا بعدا تعاون الحكومه بور كونتري غير هذوك الفيك نيوز خبر صار لهاد الناس باش اسمعني باش نكونترو غير هذوك الفيك نيوز الخبر صار هو اننا نحن خدامين بجديه مع القطاع ديال الماليه باش نلقاو حلول من لهنا للاخر ديال الشهر هاد الشهر هذا هذا سكوب هذا ايوا خلي عندك شكرا اذا السيد الوزير غندوزو لاخر محطه ديالنا وهو حزب الاصاله والمعاصره نعم. والحكومه ما هي الحاله ديال الحزب حاليا حاله جد جيده وانا كنتكلم معك وهناك اليوم لقاء مع اكثر من 100 رئيس جماعه والوزراء او الاعضاء المكتب السياسي علاش مراكش لان كاين هناك لقاء ثاني لقاء اخر في مراكش اللي غيجمع جميع رؤساء الجماعات ففي ظل هذا اللقاء الكبير اللي غيجمع رؤساء الجماعات علاش ما درتيوش في وجده ولا ماشي انا اللي درت اولا ماشي الحزب اللي دار هذا اللقاء ديال رؤساء الجماعات ديال جميع الاحزاب السياسيه اللي كاين غدا ان شاء الله حنا في ظل هذا اللقاء الحزب جمع رؤساء الجماعات ديالو باش نوجدوا لهذاك اللقاء دونك اليوم الحمد لله كاين واحد كاين الحزب في صحه جد جيده كاين كذلك مجموعه اللقاءات اللي تلقوهم يعني منظمه النساء في الاسابيع المقبله منظمه الشباب حتى هي غتطلق الانشطه ديالها بالطبع شنا كجميع الاحزاب السياسيه الاشكاليات ديال الكوفيد اللي ما كانتش كتخلينا نجمعوا بعضياتنا ولكن اليوم غنرجعوا للنشاط التنظيمي والنشاط الحزبي باش لان الانتظارات اليوم ديال المغاربه اكثر مما كنا البارح في المعارضه فخص يكون واحد التواصل دائم مع المواطنات والمواطنين مع المناضلات والمناضلين اللي هم في الحقيقه مع المستشارات والمستشارين اللي هما داك الوسيط ما بين يمكن الاعضاء اللي هم حاليا في الحكومه والمواطنات والمواطنين باش الا غلط في شي واحد فينا نعرفوها باش الا كاين شي اشكاليه ما وصلتناش توصل لنا خاص يكون واحد التواصل دائم هادشي اللي كنبغيو نخدموا عليه داخل الاصاله نعم. والمعاصره هذه القضيه ديال الله غفور رحيم بالنسبه لهذوك اللي غضبتيو عليهم ما كانش شي فرصه باش تكون مصالحه ما عندنا حتى اشكال مع حتى واحد
هادشي ديال صحنا فتنا وسالينا الامين العام تكلم على هادشي مرارا وتكرارا يعني في الخطابات ديالو في المجالس الوطنيه اللي دوزنا العزاوي الاخوان كلهم العداد ديال كاين بعض الاعضاء اللي هم انخرطوا في احزاب سياسيه اخرى الله يعاونهم كل واحد الله يعاونه وكاين بعض 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 المراضلين وقياديين ومؤسسين اللي بقاو منتمين لحزب أسرة والمعاصرة والامين العام تواصل مع البعض منهم في اللقاء الاخير ديال المجلس الوطني كتعرف كان معنا السي بيادي الله اللي كان ترشح ضد سيوه بانذاك كانوا مجموعه ديال الناس في اللقاء ديال النساء الاخير كانت معنا الاستاذه خديجه الكور اللي كانت كذلك يعني ما كاينش انا جبت لك على بعض الاسماء اللي كتعرفهم ولكن مجموعه ديال الاسماء اللي يمكن انت ما كتعرفهمش السي شاكير اللي راهم حاليا منخرطين بقوه داخل التنظيمات الجهويه المحليه ديال حزب الاسره والمعاصره. لماذا السي وهبي عبد اللطيف قل من الخرجات ديالو؟ كان قبل ما يدخل الحكومه بالطبع. واحد دابا هو في الحكومه. ايه لما نكون فاش كتكون داخل في المعارضه الوجود ديالك مرتبط كذلك بالمجال ديال التواصل وبالطبع خصك تكون دائما بمعنى تتقول لي ان السي وهبي لزم عليه باش يقبل حوايج اللي هي ماشي متفق عليها. واش انا قلت لك هادشي ولا انت اللي قلتي؟ لا حيت قلتي الحكومه حيت هو دابا في الحكومه. بلاتي انسالي بلاتي. قلت لك اللي كنقول لك هو ان لما نكون حزب في المعارضه لابد ان نكون دائما في تواصل دائم مع الامام بالنسبه للملاحظات اللي كيكونوا عندنا على مجموعه ديال العمل اللي كتقوم به الحكومه يعني كحزب في المعارضه. لما نكون مسؤول داخل الحكومه اولا نقدر نقول لك وانا داخل فيها ان 80% او 90% ديال الوقت هو العمل اليومي ديال داكشي اللي خصنا نقدمه للمغاربه. ملي تقول السياسه هي اخلاق. لا خصنا داكشي اللي خصنا نقدمه للمغاربه بعدا داكور. شحال هذه باش عيطتي لي باش نتلاقاو انا وياك؟ شحال هذه؟ وانا وياك اصدقاء. وانا مش حال هذه من قديم هنا جبتي ديال الفكره ديال قلت لك واحد النهار غتكون وزير. لا انا وياك اصدقاء وشحال هذه وخصك خصنا نتلاقاو. عقلتي عليها ولا ما عقلتيش عليها؟ ما بغيتش نتلاقى معاك غير العمل اليومي والجولات اللي كنقوموا بها على صعيد الاقاليم والجهات ما كتخليناش نتواصلوا بديك الطريقه اللي غنتمناو نتواصلوا بها. داكور كيجي واحد الوقت ان خصنا نخدموا 90% ونتواصلوا بواحد 10% باش عاوتاني لان اللي كيهم المغاربه ماشي نبقى نبان ليهم عند شاكير او عند صحفيين اخرين كيهمهم النتيجه اللي غنقوموا بها والاشياء اللي غنعطيو في ظل تواجدنا داخل الحكومه. الزمن السياسي زمن نعم. سياسي قصير والانتظارات كبيره خصنا نستغلوا هذا الزمن القصير باش ننتجوا افكار جديده باش ننتجوا سياسات جديده وباش بالخصوص يكونوا نتائج كتبان للمغاربه. انا تنعرفك هادشي اللي هادشي اللي داير وهبي وهادشي اللي داير جميع الوزراء الاسره والمعاصره وجميع الوزراء ديال هذه الحكومه. ملي كنتي رئيس اللجنه ديال وزاره ديال الخارجيه نعم وكنا هضرنا في هذا الموضوع وقلتي لي انا شاق الطريق ديالي وغادي نمشي ليها تنجح ان شاء الله. دابا اللي بغيت نقول لك نعم واش ما عندكش طموح باش تقدم الامانه العامه ديال الحزب؟ هذا الموضوع ما مطروحش دابا اولا ما مطروحش تماما لان شنو كنقول لك انا اللي كيهمني هو نزيدو نبنيو ونقويو الحزب الاسره والمعاصره. شحال ما قوينا البام شحال ما غنكونوا كلنا قويين. فاش قويين امام المواطنات والمواطنين يعني صافا دير حاليا حنا كنتحملوا المسؤوليه نعطيو نتائج حقيقيه للمغاربه يحسوا بان كاين واحد التغيير. داك التغيير اللي كنا كناديو به حنايا منذ تاسيس الحركه اللي كنا ديمقراطيين انا ذاك ومن بعد الاصاله والمعاصره خصنا حنا ملزمين باش 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 نقوموا به ملزمين. فلهذا انا كنقول اليوم الاجتهاد ديالنا ماشي في واحد الشخص او في واحد الفرد اللي بغى يولي عضو مكتب سياسي او امين عام. هذا هو المفروض واكثر بكثير يعني المناضلات والمناضلين الاخوان ديالنا الرفاق ديالنا اللي هم كيتحملوا المسؤوليه حكوميه باش يجتهدوا ويحسوا المغاربه بان كاين واحد التغيير. هذا هو اللي كيهمني حاليا. شكرا سيد الوزير قربنا نوصلوا لاخر الحلقه. ما عجبكش هذا الكلام قلتي لي شكرا سيد الوزير قطعتيني. اخر الحلقه غادي نعطيك واحد السميه. نعم سيدي. حكيم بن شماس. مالو؟ قول لنا شنو هو هذه؟ هو قيادي سابق لحزب الاسره والمعاصره وامين عام سابق لحزب الاسره والمعاصره وكنحترموه كجميع الامناء العامين السابقين. كاين العلاقه باقا؟ هاد الساعه كاين علاقه مع المغاربه لاننا مرات اخرى عندنا واحد المهمه اللي هي اللي خصنا ننجحوها. نعم سيد الوزير عندكم ثلاثه الحقائب. هذه حقيبه واحده لا بلا ثلاثه حقائب مكتوبه عندك هكا مثلا في اوقات الراحه ديالك. نعم اش دير القراءه ولا تشوف شي فيلم او لا تدير الرياضه؟
الرياضه في حقها عاد غنبداها، لان هذه ست شهور منذ تعييني ما 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 ما, ما, ما قيتش الوقت باش ندير الرياضه، ولكن غنرجع ليها دابا لان مضطر صحيا باش نرجع للرياضه. بالطبع فاش كاين نقدرنا في حق دابا اليوم في ديال وزاره الثقافه، الا تفرجت فيلم بحال كندير الخدمه نعطي رايي فيه من بعد، ولكن في الحقيقه الوقت فاش كنلقى شويه الوقت كنبغي ندوزو مع العائله، مع العائله الصغيره والعائله الكبيره، لاننا للاسف ما بقيتش كنشوفهم بحال شحال هذه، وانا اهتم يعني كنبغي ندوز شويه الوقت سيرتو مع لي زونفون لانهم محتاجين هم كذلك باش الاب ديالهم يكون حداهم. سيد الوزير وصلنا لاخر الحلقه ديالنا، تنشكرك على هذا الوقت هذا اللي عطيتينا، وقت اللي هو ثمين. مشاهدي لو 360 شكرا على المتابعه ديالكم لهذه الحلقه، نضرب لكم موعدا في اقرب وقت ان شاء الله.